تنطوي عليه أحصل فيها لا على التجربة الممتلئة بحضور الأشياء وحس، بل أيضا على الكثير من ذاكرتها. ليست الكلمة أداة فقط للدلالة التي تقوم بتحليلها، إنها في الآن ذاته تسمي، والشعور بذلك مهمة منحية القدرة على أن تظهر لنا الأشياء الكبرى البسيطة، تلك الأشياء التي لربما باستطاعتها بناء مكاننا فوق الأرض. حساسية الشعرية هي الحد بهذه السلطة، بهذه الحياة داخل الكلمات العالية في لغتنا. الشعر هو العمل الذي به نخلص عبر الإيقاعات والأصوات الكلمات الأساسية من عبء المفهوم وما يجعله يستع بشيء أكثر إبداع من الفزع. هذه هي قوة الشعر، إنها قوة التخيل التي تجعل الواقع ساطعا وتبهم أفكارنا بشيء أكثر إبداع من الفزع. والشعر هو أنشودة الإنسان العالمية المعبرة عن تطلع كل امرأة ورجل إلى إدراك العالم ونقل هذا الإدراك للآخرين بترتيب الكلمات بإيقاعات وأوزان شاهرة. يعتريني حزن يمتطي دمعة تسقط من السماء، تحرق وجهي تبلل ثرى خدي. آه لوتر يمزق قلبي، يتلذذ بكأس من شرياني، يركب موجا يسافر في عيني. الثقب الأسود يأخذني إلى عالم السواد المغترب. يتحكم فيها ما هو شعري أكثر مما هو إداري أما هو منطقي سهل، فأرجو أن تتفهموا انتقالا من فضاء إلى فضاء. Sarah, la petite fille de 8 ans, ne sourit plus avec son visage innocent. Un regard de pauvre se dessine sur ses yeux noirs qui fait trop de chagrin à cette histoire. Sarah a une enfance devenue vieillesse, son beau sourire est devenu tristesse. Deux sœurs, deux frères et une mère, des anges qui nagent dans l'enfer. Des fleuves de larmes coulent sur leurs yeux pour pleurer des malades, des blessés et des vieux. Une société parisienne, des maricides qui laisse des enfants orphelins, voués à la débauche, à la délinquance et au déclin. Des êtres au fond du gouffre, sous les décombres, dans un tableau noir, sinistre et sombre. Et me rend bête. Je cours et fais recours, on va à des discours qui dénudent mes parcours et n'apportent aucun secours. Je me tourne vers Saturne, visant le chemin sur un parchemin de mon air taciturne.